من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من الجند من السماء وما كنا منزلين إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن نشأ يغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم